ولا واحد وصل النسبة المئوية نتاعنا تاع النمو الاقتصادي. راه قال لي مولش فنجا اللي فراس الدرب. حنا الأوائل في إفريقيا وحنا الأوائل حتى في العالم، حنا الثانيين في العالم العربي. وقيل أنت مقرقب. أخي نفوف. لا تصب هاد قالك. تدفع أنت. كلكم تشاهدوا كبير وصغير، الجزائر اليوم راها تنتج الزيت نتاعها. بالنسبه للعهده الجايه ان شاء الله نواصلوا على هذا المنوال. تبارك الله عليا. الله يبارك فيك. وراني توعدت توعدت والجيش راه جاهز. شكلنا كده حنشوف ايام سوده اسود من كيدي بكتير. يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود عنا ما ندير. بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل باش نبني في ظرف 20 يوم ثلاث